بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق الإنسان في كبد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد غير الله ما عبد، وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى الأبد وبعد. We start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس السبعون من سلسلة السير للخير بعنوان لفتة الكبد إلى نصيحة الولد. This is the 70th lesson of the series Marching for the Good, titled A Heed to Advising the Seed. That will be part one, هذا الجزء الأول. فإن العلم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. فالاسم كزيد، والكنية كما صدر بأب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم، واللقب ما أشعر برفعة، ما دل على رفعة، واللقب ما أشعر برفعة مسماه كزين العابدين أو ضعته كبطة. ولترتيبهم وإعرابهم قواعد تطلب من كتب اللغة. فإذا عندنا اسم علم، اسم شخص مثلا، ينقسم إلى اسم زيد مثلا، كنية ما بدأ بكلمة أب أو كلمة أم، أبو بكر، أم كلثوم، هذه كنية. واللقب ما أشعر، ما دل على، ما أعلمنا برفعة، بعلو المسمى، زين العابدين، هذا مدح له، أو ضعته. الضع هي ضد الرفعة، وضعه يعني حطه إلى أسفل. بطة مثلا، هذا اللقب لا يدل على رفعة أو مدح المسمى أو الملقب. وهذه الثلاثة، اسم وكنية ولقب، تأتي بترتيب معين، موجودة قواعدها في كتب اللغة. In Arabic, the proper noun, we call it علم, is divided into a name, اسم, not ism, اسم، كنية, and a nickname, لقب. So these are three parts that signify a person. So we have the name, then we have kunya, which starts with abu or and a nickname means like something that shows that the person is praised or being dispraised. والأمثلة تدل على ما نقول. And these examples will clarify what we just said. فإذا عندنا أبو الفرج، جمال الدين، عبد الرحمن الجوزي. فأبو الفرج هو كنية هذا الرجل، جمال الدين لقبه، عبد الرحمن اسمه، والجوزي نسبته، وسنشرح هذا فيما بعد. أبو زكريا، محيي الدين، يحيى النووي. كنية لقب، يحيى اسم، والنسبة النووي نسبة إلى نوى، قرية في حوران في الشام. وشيخنا رحمه الله رحمة واسعة، كنيته أبو عبد الرحمن، لقبه أحد ألقابه السلطان أو معلم التوحيد،
اسمه عبد الله، وهو الهرري أو الحبشي نسبة إلى هرر أو نسبة إلى بلاد الحبشة. So these three people, we have Abu al-Faraj is the kunya, Jamal al-Din is the name, Jamal al-Din is the laqab, the nickname or title, Abd al-Rahman is the name, ism, Al-Jawzi is the attribution, and this will be soon explained. Then another scholar, Abu Zakaria, that's the kunya, Muhyiddin is the laqab or the nickname, Yahya is his name, and Nawawi is attribution. And Nawawi is the famous scholar of Al-Madhab al-Shafi'i, and he came from Nawa, a village in Hawran in Syria. And our great Shaykh, our late great Shaykh, Rahimahullah, may Allah shower his mercy on him, his kunya is Abu Abdurrahman. His nickname or laqab, one of them, is As-Sultan or Muallim al-Tawheed, the teacher of Tawheed. His name is Abdullah, and his attribution is Al-Harari, means he came from Harar, or Al-Habashi, from the country or the land of Al-Habasha. وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا لِمَا سَيَأْتِي. And we mentioned this because of what is about to come. الآن نريد أن نفرق بين عالم من علماء السنة وشخص مشبه من تلاميذ ابن تيمية الحراني المشبه. So now we want to differentiate between two people. One is a Sunni scholar and one is a مشبه, a person who likens Allah to his creation, one of the students of Ibn Taymiyyah, the misguided person. إلى اليمين عبد الرحمن بن الجوزي هو العالم الحنبلي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي اشتهر بابن الجوزي نسبة إلى فرضة الجوز وهي هذه الفرضة موضع مشهور بالبصرة تسمى محلة الجوز يعني ناحية صغيرة في البصرة كان يسكن فيها جده جعفر فلذلك نسبة إلى هذه محلة الجوز سمي الجوزي وقيل نسبة إلى جوزة يعني شجرة نسبة إلى شجرة الجوز كانت في داره ولم يكن بواسط أو بواسطة جوزة سواها فإذا كذلك سمي نسبة إلى هذه الشجرة شجرة الجوز أنه الجوزي ولم يكن بواسط واسط قرية أو مدينة في العراق في الجنوب بعيدا عن بغداد إلى الشمال إلى الجنوب الشرقي نحو 250 كيلومتر فإذا هذا مثال عن عالم هذا السني الذي سنذكره بتفصيل أكبر إن شاء الله الشخص الثاني الذي هو في بالخط الأحمر هو يسمى محمد بن أبي بكر أبو أبي بكر قيم الجوزية هذا هو الضال هو تلميذ ابن تيمية هذا شمس الدين أبو عبد الله ونحن نذكر اسمه حتى نميزه عن غيره محمد بن أبي بكر الزرعي اشتهر بابن قيم الجوزية لأن والده أبا بكر كان قيما يعني مسؤولا عن مديرا على المدرسة الجوزية وهذه المدرسة الجوزية التي ابتناها محي الدين أبو محمد يوسف ابن عبد الرحمن ابن الجوزي بالنشابين بدمشق في محلة النشابين في مدينة دمشق في سوريا فإذا لتشابه الأسماء بين عبد الرحمن ابن الجوزي ومحمد ابن القيم الجوزية أو ابن قيم الجوزية أردنا أن نبين أن الأول سني حنبلي عالم كبير في التفسير وغير ذلك كما سنذكر قريبا والثاني ضال من تلاميذ ابن تيمية معروف بابن قيم الجوزية هذا ابن الجوزي وهذا ابن قيم الجوزية So
The first one is عبد الرحمن ابن الجوزي in green. He is the Hanbalite scholar. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي. He was famous as ابن الجوزي due to a famous area of Basra or Basra known as فرضة الجوز Walnut neighborhood. So الجوز جوزي, that's why he is attributed to this جوز, so جوزي, in which his grandfather lived. He lived in that area. It was also said it is due, means he's called Al-Jawzi, due to a walnut tree, Jawz tree, in his house that was the only walnut tree in Wasit. Wasit is a village that is southeast of Baghdad, about 250 kilometers. And that's where he also had a house. So he is called Jawzi, in attribution to this Jawz tree. So this is the Sunni scholar. He is from the following Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. The one in red is a misguided person. He is misguided. His name is Muhammad ibn Abi Bakr Qayyim al-Jawziyyah. So he is a misguided Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zur'i. He was famous as Ibn al-Qayyim or Ibn Qayyim al-Jawziyyah because his father Abu Bakr was the keeper or the manager of the Jawziyyah school. And this Jawziyyah school, Muhyiddin Abu Muhammad Yusuf Ibn Abd al-Rahman Ibn al-Jawzi had built in An-Nashabin in Damascus. So this Muhyiddin is the son of the man on the left. He built the school, then Abu Bakr became the manager or the head of the school. His son is the misguided Ibn al-Qayyim or Ibn Qayyim al-Jawziyyah. فإذا هناك خلاف بين الرجلين في الاسم والكنية واللقب والنسبة وتواريخ الولادة والوفاة. So there is difference between the two men in name, كنية, لقب, attribution, birth and death dates. ولكن هناك تشابه بالنسبة الجوزي الجوزية ولذلك لا بد أن نميز بينهما. So there is a difference in those things that we talked about. However, there is some similarity in their attribution. One is called الجوزي or ابن الجوزي. The misguided one is called ابن قيم الجوزية. جوزي and جوزية. So it's important to differentiate between these two people. الآن نريد أن نترجم المؤلفة عبد الرحمن ابن الجوزي. لماذا؟ لأننا سندرس كتابه الذي ذكرناه في المقدمة لفتة الكبد إلى نصيحة الولد. And we want to go over the biography of the author. عبد الرحمن ابن الجوزي, and the reason is we will be studying his book. In Arabic, it's called لفتة الكبد, and I chose to call it a heed to advising the seed, and this will soon be understood. It will be explained. فإذا ترجمة المؤلف عبد الرحمن ابن الجوزي الذي ولد سنة 1500 وتوفي سنة 79 و500 للهجرة. هو الشيخ الحافظ, هو الشيخ الحافظ الواعظ الفقيه المفسر جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن عبيد الله بن عبد الله بن حماد بن أحمد بن محمد ابن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر ابن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق القرشي التيمي البغدادي الحنبلي المشهور بابن الجوزي. So this is, he is Shaykh حافظ, the preacher, the jurist, the interpreter of Quran, جمال الدين, أبو الفرج, عبد الرحمن ابن علي ابن محمد, and you know the word ابن means son of, ابن محمد ابن علي ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن حمادة ابن أحمد
ابن محمد ابن جعفر ابن عبد الله ابن قاس ابن القاسم ابن النضر ابن القاسم ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق القرشي from قريش التيمي from بني تيم البغدادي سكن في بغداد he lived in بغداد الحنبلي following the madhab of Imam أحمد بن حنبل known as ابن الجوزي as we earlier explained this attribution of his فإذا هذا نسبه يرجع إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويذكره في آخر الكتاب وسنعلق على ذلك إن شاء الله الآن أبين لكم فوائد إن نظرتم إلى السطر الثالث في عند قوله ابن عبد الله بن القاسم أنا لو فصلنا كلمة عبد من كلمة الله لكانت كلمة عبد على آخر السطر السابق وكلمة الله على أول السطر وتعلمنا أن الفصل كلمة عبد عن لفظ الله الجلالة أو رسول عن لفظ جلالة الله يعني واحد في سطر والثاني في أول السطر التالي أن هذا مكروه لذلك أنا وصلت اللفظين حتى لا ينفصلا ونقع في المكروه كذلك في السطر الذي تحته ابن محمد بن أبي بكر تجدون أن لفظ ابن في أوله ألف هذه همزة الوصل فإذا كتب لفظ ابن في أول السطر هذه الألف تكتب لا يترك بدون هذه الألف هذا قاعدة في الإملاء those just are rules about writing in Arabic فإذا سيدنا عبد الرحمن بن الجوزي هو أحد أفراد العلماء يعني أحد العلماء الأفراد يعني الذي ليس لا نظير لهم برز في علوم كثيرة وانفرد بها عن غيره وجمع المصنفات الكبار والصغار نحو من 300 مصنف وكتب بيده نحو من 200 مجلدة وتفرد بفن الوعظ الذي لم يسبق إليه الوعظ هو النصح التذكير بالعواقب تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب يعني ترغيب وترهيب ولا يلحق شأوه فيه فإذا كذلك فإذا لم يسبق إليه في هذا الفن يعني كان بارعا جدا في المقدمة ولا يلحق شأوه فيه كذلك لا يلحق له في هذا الأمر شأن أو شأو وفي طريقته وشكله وفي فصاحته وبلاغته وعذوبته وحلاوة ترصيعه تزيينه ونفوذ وعظه وغوصه على المعاني البديعة وتقريبه الأشياء الغريبة فيما يشاهد من الأمور الحسية بعبارة وجيزة قصيرة سريعة الفهم والإدراك بحيث يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة فإذا يجمع المعاني الكثيرة في الكلمة البسيطة اليسيرة فإذا هذا أول ما نقوله أو ما قاله العلماء عن عبد الرحمن بن الجوزي One of the unique scholars, so this عبد الرحمن بن الجوزي is one of the unique scholars. He excelled in many sciences. And when we say sciences, we mean fields of knowledge. So physics is a science, chemistry is a science, also preaching is a science and of course has some art in it. So he excelled in many sciences, for example, Tajweed, Tawheed, ila akhirihi, etc., and was distinguished in them. He compiled about 300 short and long works. He wrote with his hand about 200 volumes. He was unique in the art of preaching, so the art of reminding people of the consequences of their deeds, reminding, saying words to remind them in a way to soften their hearts, and so to encourage them to do what is rewardable and to warn them against what's punishable. So this is what preaching is, or admonishment, to remind someone
of something that they forgot or disregarded, to like an obligation or responsibility. So that encourages a person, incites him, you know, makes him do what is right to do. So he was unique in the art of preaching, in which he was not preceded and would not be caught up with. In his method and form, and in his eloquence, pithiness means being concise and expressive. Sweetness means his words were sweet. The beauty of his inlay, the way he decorates his sentences. The influence of his preaching, his diving into exquisite meanings, and his approximating unusual things among what is seen from sensory matters in a short phrase that is quick to understand and comprehend, such that he combines the many meanings within the simple words. So in short, that he was doing his job very beautifully. People would listen and be influenced by his words that are easy to understand, that are short but carrying plentiful of meanings. هذا وله في العلوم كلها اليد الطولى والمشاركات في أسائر أنواعها من التفسير والحديث والتاريخ والحساب والنظر في النجوم والطب والفقه وغير ذلك من اللغة والنحو وله من المصنفات في ذلك ما يضيق هذا المكان عن تعدادها وحصر أفرادها. Moreover, he has the superior hand in sciences and participations in all its kinds of interpretation, hadith, history, arithmetic, astronomy, medicine, jurisprudence, language, and grammar. He has works in those that it would be insufficient to enumerate and narrow down in this lesson. It would take a long time just to list his work in this lesson, so we chose not to say that. لكن نذكر بعضها. We will mention, however, few of those. منها كتابه في التفسير المشهور زاد المسير وله أو زاد المسير وله تفسير أبسط منه ولكنه ليس بمشهور وله جامع المسانيد يعني هذا اسم الكتاب جامع المسانيد استوعب به غالب مسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وجامع الترمذي وله كتاب المنتظم في تواريخ الأمم من العرب والعجم في 20 مجلدا. So some of his books are his well-known book of tafsir زاد المسير on the interpretation of the Quran. He has a simpler explanation, but it's not famous. He included in his book called Jami'ul Masanid the chain of narrations of most of the Musnad of Ahmad, the two Sahihs of Al-Bukhari and Muslim, and Jami'ul Tirmidhi. He has a book in 20 volume called Al-Muntadham in the histories of the nations of Arabs and non-Arabs. ولد سنة 1500 للهجرة ومات أبوه وعمره 3 سنين وكان أهله تجارا في النحاس فلما ترعرع كبر نشأ جاءت به عمته إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ فلزم الشيخ وقرأ عليه يعني درس عنده وسمع عليه الحديث يعني الشيخ يروي الحديث وهو يسمع ويحفظ وتفقه بابن الزاغوني وحفظ الوعظ ووعظ وهو ابن 20 سنة أو دونها وأخذ اللغة عن أبي منصور الجواليقي وكان وهو صبي دينا مجموعا على نفسه لا يخالط أحدا ولا يأكل ما فيه شبهة ولا يخرج من بيته إلا للجمعة وكان لا يلعب مع الصبيان. He was born in the year 510 Hijri. His father died when he was 3 years old. His family were copper merchants or brass merchants. When he grew up, his paternal aunt brought him to the mosque of Hafiz Muhammad ibn Nasir, so a great scholar of
of hadith. He stayed with the Shaykh, studied under him, and heard the hadith from him. Means the Shaykh narrates, and the student, Abdul Rahman in this case, would listen and memorize those hadith. He learned jurisprudence from Ibn al-Zaghuni, and he memorized the preaching and preached when he was 20 years old or even less. He took the language from Abu Mansur al-Jawaliqi. When he was a boy, he was religious by himself, did not mix with anyone, and he did not eat anything that was suspicious. He did not go out of his house except for Friday prayer, and he did not play with the boys. So he wasn't wasting time playing. He was by himself studying, memorizing, and of course studying under those sheikhs. وكان لأبي الفرج عدة بنات. يعني هذه ليست فقط بناته وليس هؤلاء فقط أولادهم. وكان لأبي الفرج عدة بنات منهن رابعة أم سبطه يعني حفيده أم سبطه أبي المظفر ابن قزعق ابن قزغلي. So أبي المظفر ابن قزغلي صاحب الكتاب مرآة الزمان. وهي هذه المرآة من أجمع التواريخ وأكثرها فائدة. وقد ذكره ابن خلكان وبعضهم يقول خلكان. وقد ذكره ابن خلكان في الوفيات. ابن خلكان مؤرخ أديب حجة هذا ألف كتابا سماه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان وهذا أشهر كتب التراجم من أحسنها ضبطا وإحكاما فذكره ابن خلكان في الوفيات هذا وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان فأثنى عليه وشكر تصانيفه وعلومه يعني فهذا شهد له بحسن التصنيف وغزارة علمه. أبو الفرج had several daughters. Those are not the only ones that we are mentioning. Including رابعة, the mother of his grandson, أبو المظفر ابن قزغلي. The author of the book مرآة الزمان, which is this book, one of the most comprehensive and useful histories, book of history. Ibn Khillikan, a great historian, mentioned Abdul Rahman, or mentioned Qazghali in Al-Wafayat, and praised him and his works and knowledge. So he mentioned Ibn al-Jawzi in his book, history book, Al-Wafayat, one of the most famous books of history. Means biographies of people. ومن أولاده يعني ومن أولاده ابن الجوزي الذكور ذكرنا بعض البنات أو الآن الذكور ومن أولاده الذكور ثلاثة عبد العزيز وهو أكبرهم مات شابا في حياة والده سنة 45 أو 500 للهجرة يعني ثم أبو القاسم علي وقد كان عاقا هذا أبو القاسم علي أبو القاسم كنيته اسمه علي أبوه عبد الرحمن بن الجوزي وقد كان عاقا لوالده إلبا عليه في زمن المحنة وغيرها يعني كان عدوا لأبيه مجتمع عليه يظلمه ويعاديه عاقا طبعا يعني يؤذيه وقد تسلط هذا أبو القاسم على كتب أبيه في غيبته بواسط لما كما سنذكر غاب ذهب إلى واسط الشيخ عبد الرحمن هو أخذ كتب أبيه فباعها بأرخص الأثمان بأبخس الثمن سمع الكثير يعني درس وعمل صناعة الوعظ مدة مثل أبيه ثم ترك ذلك سبحان الله وكان يحفظ شيئا كثيرا من الأخبار والنوادر والأشعار يعني هذا الرجل ولد عبد الرحمن ابن الجوزي أبو القاسم علي درس يعني صار من العلماء لكن ظل كما سنذكر فيما بعد وهو المخاطب بهذه النصيحة
فإذا هذه الكلمة، هذا الكتاب، لفتة الكبد إلى نصيحة الولد. الشيخ ابن الجوزي ألف هذه اللفتة، هذه النصيحة لولده أبي القاسم علي، كما سنذكر فيما بعد. Among his three male children are Abdul Aziz, who is the eldest of them, died young during his father's life in the year 554 Hijri. Then Abu al-Qasim Ali, this Abu al-Qasim Ali was disobedient to his father, unjust to him during the time of adversity and others. So he was unjust and hurting his father, even when his father had passed through some adversity. He took over his father's books during his absence in Wasit. We will mention later that Ibn Jawzi went to Wasit, that down southeast of Baghdad, about 250 kilometers. So when he was there, his son Abu al-Qasim took over the books. Then he sold them for the cheapest price. He heard a lot of knowledge. He learned a great amount of knowledge by listening to his teachers and worked in preaching for a while, like his father. Then he left it. He memorized a lot of hadith, plenty of hadith, large number of hadith, anecdotes and poems. He is the addressee of this advice. Remember, we said this is the book Laftatul Kabid. We said that we called it a heed to advising the seed. Means an advising, paying attention to advise the child. In this case, it is Abu al-Qasim Ali. So this man was disobedient to his father and harmful, took over his books, sold them. He was a good person, then he relapsed. ثم الذكر الثالث ثم محيي الدين يوسف وكان أنجب أولاده يعني أذكى وأصغرهم سنا ولد سنة 580 للهجرة يعني لما ولد كان عمر أبيه الجوزي 70 عاما تأتي الأولاد يعني يأتي الأولاد ولو كان الرجل سنا أو شيخا قد يأتي يلد له أولاد ووعظ بعد أبيه واشتغل وحرر وأتقن وساد أقرانه فإذا عمل مثل أبيه صار عالما من علماء الكبار ثم باشر حسبة بغداد يعني صار مسؤولا عن حسبة بغداد الحسبة هي الحسبة نقول احتسابا يعني ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى لكن هو المقصود أن بعض الناس يتفرغون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا يأمرون بالمعروف إذا ظهر أن الناس تركوا المعروف وينهون عن المنكر إذا ظهر فعل المنكر فهذه تسمى حسبة بغداد قوم يقومون بهذا العمل ويكون عليهم مشرف فهو سيدنا محيي الدين يوسف ابن عبد الرحمن الجوزي هو لفترة كان مباشرا لحسبة بغداد مسؤولا عنها ثم صار رسول الخلفاء إلى الملوك بأطراف البلاد ولا سيما بني أيوب الأيوبيين يعني بالشام الذي صلاح الدين الأيوبي منهم وقد حصل منهم من الأموال والكرامات كرامات يعني العطايا ليس كرامات الأولياء لا هنا الكرامات يعني يكرمونه ويعطونه هدايا والكرامات فإذا حصل من هؤلاء الملوك من بني أيوب من الأموال والكرامات ما ابتنى به المدرسة الجوزية بالنشابين بدمشق وما أوقف عليها هذه المدرسة التي أبو بكر صار قيمها والضال ابن القيم هذا الزرعي ولده ثم حصل له من سائر الملوك أموالا جزيلة كثيرة ثم صار أستاذ دار الخليفة المستعصم في سنة 40 و600 للهجرة واستمر مباشرها يعني أن يكون هو الأستاذ في دار الخليفة إلى أن ضربت عنقه صبرا مع الخليفة عند هلاكه في صفر
سنة 50 و 600 للهجرة، يعني لما التتار دخلوا بغداد قتلوا كثيرا من المسلمين وحرقوا كثيرا من الكتب. فمحيي الدين يوسف ابن عبد الرحمن الجوزي قتل، ضربت عنقه كما ضربت عنق الخليفة وغيرهم من المسلمين العلماء وغير العلماء. Then a third male child of عبد الرحمن بن الجوزي is محيي الدين يوسف, who was the smartest and the youngest of his children. He was born in the year 580 Hijri, which means his father عبد الرحمن the author was 70 years old, and it's not strange that a 70 year old would father a child. After his father, he preached, worked, edited, and prevailed over his peers. He was good, just like his father was good. Of course, not as good as his father. Then he assumed the responsibility of the Hisba of Baghdad. Hisba means, we say in Arabic, ihtisaban, nahtasibu al-ajr, means seeking reward from Allah. So he has a good Hisba of Baghdad. So religiously, the Hisba is enjoining good, ordering with the good. If it appears to be left, people start neglecting doing the good and forbidding the evil if the acts of evils became apparent. So a group of people volunteer to do this job, this important job, just like al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. So he assumed the Khalifa, or the one in charge, would appoint him to be the head of the Hisba of Baghdad. Then he became the messenger of caliphs to the kings in the outskirts of the country, especially Banu Ayyub in the Levant. Levant means the area of Ash-Sham. Banu Ayyub are the people who ruled the Muslims for some time, and Salahuddin al-Ayyubi, the one who liberated Baytul Maqdis from the Crusaders, is one of them. He obtained from them money and gifts by which he built Al-Jawziyah school in An-Nashabin in Damascus and its endowments waqf. Remember, we said that later the school was run by a man called Abu Bakr, and the son of Abu Bakr is the misguided person, student of Ibn Taymiyyah, called Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Then he got a lot of money, plenty of money from other kings. Then he became the master, the professor, the main teacher, of the house of the Caliph Al-Mu'tasim in the year 640. And he continued to do so until his neck was chopped with the Caliph in the presence of Hulagu in Safar of the year 656 Hijri. Remember the Tatar, invaded Baghdad, they killed a lot of Muslims and they burnt a lot of books. So among those were this Muhyiddin, the son of Abdul Rahman, and the Caliph himself, among other scholars, and so on. وفي سنة 570 أو 70 أو 500 للهجرة درس أبو الفرج بن الجوزي في مدرسة أنشئت للحنابلة فحضر عنده قاضي القضاء, يعني أعلى القضاء, رئيس القضاء, أبو الحسن بن الدامغاني والفقهاء والكبراء, يعني المجهاء, وكان يوما مشهودا. In the year 570 Hijri, أبو الفرج بن الجوزي taught in a school established for the Hanbalites, means established specifically for the people who study the madhab of Imam Ahmad ibn Hanbal, the great Sunni Imam. The chief judge, Abu al-Hasan ibn al-Damghani, the jurists and elders attended his session. It was a memorable day. هذه خارطة العراق, فترون أن هناك نهران, دجلة على اليمين والفرات على اليسار, هذان النهران يجريان من شمال العراق إلى جنوبها, إلى يلتقيان ثم في قبل البصرة ثم يصبان في الخليج, ويمر بعضهم الفرات مثلا في سوريا, فإذا شمالا طبعا دجلة يذهب إلى تركيا.
واسط إن رأيتم النجمة بغداد، واسط إلى جنوب شرق بغداد، فعندنا من بغداد إلى واسط نحو 200 كيلومتر. So this is the map of Iraq, and you could see two main rivers run from north to south or vice versa. They are Dijla, Tigris, and Al-Furat, Euphrates. And you could see north they go, Euphrates go to Syria, the Tigris go to Turkey, and then they south they meet and before Al-Basra, then they go to the Gulf. So Wasit, this town is southeast of Baghdad, it's about 200 kilometers. There's this town where this walnut tree was, Jawz, and also Abdurrahman was banished to it, as we're going to mention later. وفي سنة 590 للهجرة نقم الخليفة الناصر على الشيخ أبي الفرج بن الجوزي وغضب عليه ونفاه إلى واسط التي ذكرناها قبل فمكث بها 5 أيام لم يأكل طعاما وأقام بها 5 أعوام يخدم نفسه ويستقي لنفسه الماء وكان شيخا كبيرا قد بلغ 80 سنة. 590 هو ولد 510، إذا كان عمره 80 سنة لما نفاه إلى هذه، يعني رجل عجوز. فمع ذلك فأقام بها 5 أعوام يخدم نفسه ويستقي لنفسه الماء، ليس أن الماء يخرج من ما يسمى الحنفية أو الصبورة، فهو يحتاج إلى أن يذهب إلى البئر ويأتي بالماء لنفسه، فليس شيئا سهلا أن يكون الشيخ الكبير يأتي يعمل هذه الأعمال الجسدية. فاشتغل أهلها عليه، يعني درسوا عنده واستفادوا منه أهل واسط، وكان يتلو في كل يوم وليلة ختمها. قال: ولم أقرأ، سيدنا عبد الرحمن بن الجوزي قال: ولم أقرأ يوسف، يعني ولم أقرأ سورة يوسف، لوجدي على ولدي، لحزني على ولدي، لأنه فرق بينه وبين والده، نفاه إلى واسط وولده في بغداد، لوجدي على ولدي يوسف إلى أن فرج الله في سنة 950، حيث رضي الخليفة عنه. يعني لما فرق بينه وبين ولده يوسف، كان عمر يوسف 10 سنوات، وهذا ليس بالهين أن يفرق بين الوالد وولده الصغير. ثم لما رجع كان عمر يوسف صار 15 سنة. فلما عاد إلى بغداد خلع عليه الخليفة، يعني أعطاه عطايا، وأذن له في الوعظ على عادته عند التربة الشريفة المجاورة لقبر معروف الكرخي، فكثر الجمع جدا، وحضر الخليفة، وأنشد ابن الجوزي يومئذ فيما يخاطب به الخليفة الناصر أبيات شعر. In the year 590 Hijri, the Caliph An-Nasir resented Shaykh Abu al-Faraj ibn al-Jawzi, became angry with him, and banished him to Wasit, the town that we talked about recently. He stayed there for 5 days without eating any food, and he lived there for 5 years, serving himself and drawing water for himself. He was an old man, 80 years old. Remember, 510 is birth, 590 is... That means 80 years old. So for an old man, elderly man, to get water from the well, to serve himself, that's not an easy thing to do away from hometown and away from the family. He was an old man, 80 years old. Its people, the people of Wasit, studied under him and benefited from him. He used to recite the whole Quran every day and night. He said, I did not recite Yusuf chapter because I was sad about my son Yusuf, that's the youngest son, until God relieved me in the year 595 Hijri. So 590, Yusuf was born 580, so he was 10 years old, and when he went back to Baghdad, Yusuf was 15 years old. So it's not easy to separate between the parent and the child, especially when the child is a baby, is young.
So in 595, when the caliph was satisfied with him, now he is pleased with him. When he returned to Baghdad, the caliph gifted him and authorized him to preach, as it was his custom, at the honorable graveyard adjacent to the tomb or grave of Ma'ruf al-Karkhi. The crowd was very large. The caliph attended, and Ibn al-Jawzi recited on that day, while addressing the caliph al-Nasir, verses of poetry. وقد حضر مجلس وعظه الخلفاء والوزراء والملوك والأمراء والعلماء والفقراء. الفقراء يعني الصوفية. ومن سائر صنوف بني آدم. وأقل ما كان يجتمع في مجلس وعظه 10,000. وربما اجتمع فيه 100,000 أو يزيدون. وربما تكلم من خاطره على البديهة نظما ونثرا وبالجملة كان أستاذا فردا في الوعظ وغيره رضي الله عنه. His sessions were attended by caliphs, ministers, kings, princes, scholars, Sufis, and all other types of humans. At least 10,000 people would gather in his assembly of preaching, and perhaps 100,000 or more would gather in it. Or in them, in his sessions. He would improvise prose and poetry. In general, he was unique. He was a unique professor in preaching and otherwise, means other fields of knowledge. قال له رجل أيما أفضل أجلس أسبح أو أستغفر فقال ابن الجوزي رحمه الله الثوب الوسخ أحوج إلى البخور يعني الذي وقع في الذنوب يحتاج إلى الاستغفار أكثر من التسبيح والتفت إلى ناحية الخليفة المستضيء بأمر الله فإذا هو عاش في أيام الخليفة كان يتغير وهو في الوعظ فقال يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك وإن سكت خفت عليك إن تكلمت خفت منك وإن سكت خفت عليك وإن قول القائل لك اتق الله خير لك من قوله لكم إنكم أهل بيت مغفور لكم كان عمر بن الخطاب يقول إذا بلغني عن عامل لي حاكم يعني عينته عن عامل لي أنه ظلم فلم أغيره فأنا الظالم وكان يوسف عليه السلام لا يشبع في زمن القحط حتى لا ينسى الجائع عليه السلام قال فبكى المستضيء وتصدق بمال كثير وأطلق المحابيس السجناء يعني وكسى خلقا من الفقراء أعطى ثيابا للفقراء هذا المستضيء كان أيامه السلطان صلاح الدين الأيوبي ثم ابنه الناصر الذي فتح صلاح الدين فتح البيت المقدس سنة 583 للهجرة A man asked him one time asked ابن الجوزي What is better for me to sit praising Allah to say tasbih subhanallah or to ask him for forgiveness means to ask Allah to forgive my sins to say astaghfirullah which one is better for me to say subhanallah or astaghfirullah Ibn al-Jawzi said dirty clothes are more in need of incense so if a person is contaminated with sins it's better for him to say istighfar to ask for forgiveness Then he turned towards the caliph al-Mustadi, so that's a different ruler. Bi-amrillah, al-Mustadi bi-amrillah. So he looked at him and said, O commander of the faithful, or commander of the believers, the emir of the believers, if I speak, I fear you, and if I remain silent, I fear for you. The saying of someone to you, fear God, is better for you than his saying to you, oh, you are the people of a house that is forgiven.
Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, he used to say, if I received the news of a governor of mine being unjust means to the subjects, to the citizens, and I do not change him, I don't remove him, then I am the unjust. Yusuf, Prophet Yusuf alayhi salam, peace be upon him, was not satiated, was not full, his stomach was not full in the time of drought, so that he would not forget the hungry. So Al-Mustadi, Salahuddin, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, the one who conquered and liberated Baytul Maqdis, Jerusalem, in the year 583, was living during the time of this caliph. So Al-Mustadi cried, means he was influenced, affected by the words of Ibn al-Jawzi, and gave a lot of money in charity. He also released the prisoners and clothed the poor people. وكانت وفاة ابن الجوزي ليلة الجمعة بين العشاءين بين العشاءين يعني بين المغرب والعشاء فيجمعان على العشاءين مثل أبو بكر وعمر يسميان الشيخان يقال الشيخان ويقصد نقصد أبو بكر وعمر وغير ذلك فإذا وكانت وفاة ابن الجوزي ليلة الجمعة بين العشاءين الثاني عشر من رمضان من السنة 79 و500 للهجرة وله من العمر 87 سنة وحملت جنازته على رؤوس الناس وكان الجمع كثيرا جدا ودفن بباب حرب يعني بمقبرة في تلك المحلة باب حرب هي تقع خارج المدينة كانت ودفن بباب حرب بالقرب من الإمام أحمد رضي الله عنه وكان يوما مشهودا حتى قيل إنه أفطر جماعة من الناس من كثرة الزحام وشدة الحرب يعني لما خرج هؤلاء الناس الكثيرون في جنازته وكان الوقت وقت رمضان لأنه توفي الثاني عشر من رمضان فالذي بعض الصوام بعد من كان صائما في رمضان اضطر أن يفطر لأنه كان الجو أو المناخ شديد الحرارة وكان عدد الناس كثيرين كانوا مزدحمين فأثر على بعض الناس حتى إنهم أفطروا هذا يدل على كثرة العدد. ابن الجوزي died on Friday night between Maghrib and Isha prayer times, the 12th of Ramadan of the year 597 Hijri, when he was 87 years old. His body was carried on the heads of people. The crowd was very large. He was buried in Bab Harb, near Imam Ahmed, so he was buried in a cemetery graveyard called Bab Harb, and there were many graveyards in Baghdad at that time, as now in Bab Harb near Imam Ahmed, where he was buried, Imam Ahmed. It was a memorable day, so Imam Ahmed bin Hanbal is buried in the same close to this graveyard. So it was a memorable day to the extent that it was said that a group of people broke their fast due to the large crowds and severe heat. Remember, he died on the 12th night of Ramadan. So the daytime was Ramadan and people were fasting. So because of the large crowds and the severe heat, I guess some people found that they would be harmed if they kept fasting and they broke their fast. This is just an indication of the large number of people that went out in the funeral of this great scholar, this Hanbali scholar, this Sunni scholar, Abdul Rahman ibn al-Jawzi, rahimahullah. Wallahu jalla wa azza a'lam, the Almighty, Allah knows best. Inshallah, next time we'll start his book, لفتة الكبد إلى نصيحة الولد a heed to advising the seed and inshallah we will be
saying the matin and commenting, explaining some of its words and shedding light on some important things. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat.